حمايم الدار ناحت وقت العصار وقت العصار. لما بدت تحكي صاحب صاحب هالأشعار والليل الليل مسح بظلمة حتى خبر الأسفار. ويا بيت يا بيت ارجع ارجع قلبي غدا محتار. وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار. حتى السحب والموت عزف على الأوتار حتى السحب والموت عزف على الأوتار. والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم والحياة أسرار الحياة أسرار. وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار. الدنيا تدور وتدور وتدور وهذا النجم سيار. وقت الحكم والحق الكل خلق أعدار. أسكت بسكم ظلم وترفيع بسكم مسك بالثار. كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار. حتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار. آه يا زمن آه ترفع الواطي وتنزل العالي. تعال يا ناصر تعال يا ابو سالم وشوف شوف البلاد كيف صارت. الوحدة تفرقت والارض انهجرت والطمع الطمع صار سيد يحكم الفقير قبل الغني. الطمع يا خسارة يا ناصر صار مرض الكل الكل يا ناصر. والأولاد الأولاد تفرق لا الأرض بعدتهم ولا هم استفادوا منها. يا زمن خسارة خسارة. بعد صوتك يا ناصر بعد صوتك في إذني يسرع عمل يسرع عمل انك بترجع. لكن الامل كبر وانا بعد كبرت كبر حضني. لكن الاولاد الاولاد بقوا صغار وسع عليهم حضني بعد ما صغرتهم اعمالهم. صوتك يا ناصر صوتك صوتك يا ناصر. اسمعوا يا أولاد لا أنا ولا أمكم ولا غيري يقدر يحافظ عليكم أكثر من الله سبحانه وتعالى. هو اللي عارف الكون وهو اللي عارف من يعيش فينا ومن يموت. أيه بدل ما جالس ماسك الصغيرين وتخبرهم عن اللي يعيش ويموت كيف الله السامعين. شوف لك ود الحلال صرفه في الأرض. خروجي من هنا يا ولاد علشان كملتكم. نعم علشان كملتكم. تبى الصراحة أنا ما شايف أي سبب ولا أي حل يخليك أنت تسافر. كيف يا عزة ما شايف أي سبب؟ يا عزة سبب خروجي أنا علشان كملتكم علشان المعيشة علشان الأرض اللي احنا فيها. بس ليش يا ناصر ليش يا ود الحلال؟ بدل ما تسأليني ليش؟ سألي الأرض هي اللي بتجاوبش. يا ود الحلال اسمعني اسمعني وانت اللي جاوبني. هالصغيرين هالمساكين بتعقهم على من بيرعاهم. أنا وحدي ما أقدر يا ود الحلال. وبعدين الأرض الأرض من بيعيشنا منها من خبرني من. يا
اللي خلقها يا عزة هو قادر عليها، قادر على الأرض وقادر علينا احنا. يا عزة يا عزة، أنا تعبت، تعبت كثير والله العظيم تعبت. زين أنا أقول يعني إذا أنت تعبت من الأرض ها، خير البحر موجود والحمد لله والرزق متوفر. تكلمي يا روح الروح، تكلمي يا روح الروح، ترى العقل طار وجن. تكلمي تكلمي ترى النهار نار وانطوى، تكلمي شكواش، تكلمي شكواش، اه شكواش، تكلمي شكواش لمن؟ لا اله الا الله، اللهم لا اله الا انت، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله. ابعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله. الله أكبر. انزين، وهذا الملك عنده بنت وحيدته مسكين، ويمهم هناك ساحرة، قوم لك دي الساحرة وتسحر البنت، قلبتها حمامة. قامت الحمامة تفرفر تفرفر في القصر لين طلعت برا القصر، قامت تحوم تحوم لين وصلت في الصحراء. ييك من هناك واحد عابر سبيل مسكين يوعان وتعبان مغيب طريقة، شاف الحمامة هذه قال هي هذا اليوم أكلي أنا، بتغدابها ولا بتعشابها؟
تو يحط طعم تفاية مع سكين، يحط عليها السكين انقلبت البنت أميرة. تفاجأ الجمال كيف كذا عاد البنية خبرتها بالسالفة، قالت لنا كنت مسحورة ومقلبة حمامة لكني ما كنت قادرة أتكلم، لكن خلى بدلك ديارنا وتمشي ويمشي وراها وتمشي ليه شافوها الحراس في البعيد، قالوا هاي الأميرة لقيناها ومتفاية أبوها مسكين ما رضحت إن هي ضاعت عليه. انزين يوم طلع الأمير وشاف بنت الأميرة جاية ومعاها رجال الغريب عرف السالفة، قال عقب بنته حال بنتي ما دام رديت لي عافيتي ورديت لي بنتي عقب بس أنا بزوجت بنتي وتزوجها ويا أولادي أنا عاد قيت عنه يلا وناموا انتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلاقى بكرة إن شاء الله. إن شاء الله نتلاقى صباح. منصور يجينا بكرة عصا. زين معلم حميد. حياكم الله. لا إله إلا الله. ناصر. نعم. نعم عيد. شوف خاطرك. أحسنت. تعتقد يا أخوي. نعم. إن سفرك من البلاد بيسوي شيء. رفع عليك يا عيد. كيف ما بيسوي شيء الله هداك. على الأقل الرزق وباب الله مفتوح طال عمرك. يا أخوي يا ناصر الرزق موجود بس أنت صبر. يا عيد أنا لي متى أصبر خبر؟ صبرت الأرض نشفت ويبست والحال تغير ما مثل الأول، الأمور كلها تغيرت يا أخوي. يا أخوي يا ناصر الخير موجود، الخير موجود وأنت الناس كلهم يحبونك. صحيح الناس كلهم يحبوني لكن هذه الدنيا، الدنيا تغيرت تسفل العالي وتعلو بمن سفل يا عيد. يا ناصر يا ناصر يا ابو سالم هذه سنة الحياة، يوم لك ويوم عليك. نعم يوم لي ويوم علي لكن الحين لا، ناصر الاولي ولا تحيده، الناس اللي تحترمه وكلها تحبه وتقدره والناس تحسب له الف حساب ما هو. واليوم ايش اليوم؟ عرفت قصدك، اليوم لغيرك. نعم اليوم لغيري لكن بعدني أقول لك اصبر يا أخوي اصبر وهذه سنة الحياة. يلا على الله إن شاء الله. يلا برخصتك الحين. الله يحفظك. خلاص في مالك. تأمر بشيء؟ أحسنت أخوي. أحسنت يا عيد. نلتقي باكر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء سلم الله. سلم على الصغيرين. يبلغ السلام. حياك الله. خير مالك. مع السلامة. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. زين زين جاية جاية. يا الله الله هداش يا عز، حد يسكر الباب في هذا الوقت؟ يا ود الحلال ما دام انه ثانو يعايش على وجه الارض الديار ما امنه. لا حول ولا قوه الا بالله. لكنك انت ليش تاخرت؟ انا بعد ما طلعت من المسجد جلست انا وعيد بن حاره وشويه عدنا شويه كلام كذا. اي وعاد سالفه تير سالفه. يلا تتعشيت ولا بعد؟ ود الحلال حرص معك يوم شفت ما تاخرت تعشينا والاولاد رقدوا. وليش ناموا من الوقت؟ حزب وين يقوموا من الصبح يودعوك. الله يبارك فيهم إن شاء الله. آمين يا رب.
يلا عزة أنا ما بتأخر. على هيك؟ طالع شوية وراجع. رايح عند أخوك سالمين. وترو؟ يا بنت الحلال أنت تعرفي سالمين هذا. رجال رغاي ويحب يعاتب كثير. أحسن الواحد يصير لو يجلس معاه ويسولف معاه ويودع مرة واحدة. زين ود الحلال بلا تأخر. لا أنا ما بتأخر. بس قبل أسير عند أخوك. ببدل بلاسي هذه متوسخة شوي. زين يلا قدامك الرحمن. محلوب اعطني حبه ورا الله يخليك. اطلع برا اطلع برا اطلع. محبوب حبه اطلع برا اطلع برا لا تسد النت على المكان. حبه واحده بس الله يخليك. مو قالولك نحن نفرقنا؟ هاتني عاد شردو من المكان مو هذا. اه محبوب مو يبغى ثانوي مو يبغى يبغى الاولاول. زين اعطيه الاولى وخليه يطفر من هنا. خليك خليك عطني عطني يلا انا عندي اعطيه 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 يلا لا يتامر بعده يلا روح يلا روح عاد انت بغى. لا اله الا الله. مساكم الله بالخير يا جماعه. الله بالخير. كيف حالكم؟ بالنور. كيف حالك يا ابو سالم؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بخير وعافيه. الله يطول عمرك. حياك الله محبوب. يعطيكم الصحه. جيب قهوه ولا خبرك؟ جيب شاي حق ابو سالم. تفضل تفضل ابو سالم تفضل ابو سالم. كيف حالكم يا جماعه؟ بخير. حيا الله ابو سالم حيا الله ابو سالم. قدومك والله على هذا المقهى خير وبركه. بارك الله فيك يا محبوب وكثر الله خيرك. اه كنت ابغى اجيب لك شاي قهوه ولا كما العاده. اللي موجود يا محبوب جيبه وخلصني. ها يا ابو سالم ما يصير كذا. كيف اللي موجود جيبه يا ابو سالم؟ محبوب يشوف اشياء واجده والمفروض انك انت تعين الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله يا سالمين. الله هداك. انا غلط واسمح لي. انت الحين رضيت؟ لا 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 يا ابو سالم لا. انت ايش قاعد تسوي؟ اي سيب لك يلا سير منك سير. لا اله الا الله محمد الرسول. اللهم يصبرك يا نفس اللهم يصبرك يا نفس. زين يا ابو سالم انت لازم تعين الشيء اللي تبغاه وتقول ان هذا هو الشيء والمفروض يا ابو سالم. سالمين اسمعني. المفروض انك انت تسكت اسمعني. الله هداك خلينا اتكلم. محبوب ابوي يجيب اللي متعود عليه انا اشربه وخلصني. اها وهيش هو هذا اللي متعود عليه؟ قلنا ندوبي. لا اله الا الله. ابوي زنجبيل زنجبيل زنجبيل. سمعته؟ قال لك زنجبيل. رضيت الحين؟ رضيت يا ابوي. انا جايين لك في سالفه يا سالمين ولازم تسمعني ارجوك. الله هداك يا اخي مالك انت؟ يا الله والله يا انذا الظهر البر ما مسافرني. نعم متى تكبري يا زوينه وشويه تشيلي عني شغل البيت. لا وبعد ناصر اللي انت وما جاي البيت عاد يا ابوي ما رمس عادك. لا وبيجي بعده ما متعشي. لكن عن يكون هو اخر سفر ليله؟ ها والله ولا اعرف. يا الله يا رب يكون تليم قلبه ويأخر عن السفر وما يسافر. والله العظيم يا الله أبوي هذه ما حالة هذه. وما أبغى أشرب داكم. هذه الحالة أوين بعده باغي يسافر ويودرنا وحدنا وهذه الحالة كيف؟ وما أبوي هنا موت بالي. أبوك تسأل عن حمود الله يهديك. أبوك صار يرمس بأربعة. هيا اختطف وصير قد. والله أخوتك كلهم راقدي وانت قاسم كذاك مساوي الليل. أخ عليك أخ. يا وما أبغى صحة. وأبوي عليك المرقين بشي صحة موت ونص الليل. حمود مو ذي السنوقي يبو معك الليلة؟ ها يلا صير قد. أخ عليك أخ. الله العظيم. تبى الصراحة يا أبو سالم الحارة بدونك ما تسوى. انت صاحب الكلمه المسموعه هنا والناس كلها تحبك وتحترمك. اسمع يا سالمين يا اخوي الامور ما مثل اول. الاوضاع كلها تغيرت حتى الحال تغير. اي بس يا ابو سالم ما دام ان الصحه والعافيه موجودين الحال ما بيتغير. لكن تبى الصراحه انت السبب
في اللي بدأ فيه. نعم سالمين انت طايح بي، انت السبب، انت السبب. خبرني انا سبب في ايش؟ في كرمك الزايد. عساك ما سمعت عن واحد مديون الا وسرت ودفعت عنه. عساك ما شفت واحد مار قدام باب بيتك الا وعزمته. افع عليك يا سالمين، بس افع عليك. انت ايش تبغاني انثني عن عاداتي وتقاليدي؟ تبغاني انثني عن عادات اجدادي واهلي الاوليين؟ لا يا سالمين لا، احنا عشنا بخير ولازم نكون مثلهم ونعيش مثلهم ونموت مثلهم. بس ما الى هذا الحد يا ابو سالم، انت كرمك زاد وعدى. ايه اللي انتوا بعدكم انتوا جالسين ما روحتوا البيت؟ كل هالناس روحت وانتوا بعدكم جالسين؟ ان شاء الله ان شاء الله يا محبوب بنصير. توكم ذكر لي، تصدق يا سالمين انا بعدني للحين ما تعشيت. يا ربي تصدق يا ابو سالم، انا لو ساعه ما كليت بالساعه بموت من الجوع. نحن بموت من كذا غادي. ها كما هذاك مو شفنا من ساعه. فال الله ولا فالك يا محبوب. قم 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 سيرك مع الاغراض هذه كلها. يلا قم. اسمعني يا سيدي. تفضل يا ابو سالم. اخوي انا جايينك بموضوع، موضوع مهم بالنسبه لي انا. سالمين انا مسافر ويمكن ما نلتقي. ما وصيك الا باولادي. اولادي هلا هلا فيهم، وامانه امانه اتحملها وارجوهم رعاهم وهلا هلا فيهم. يا ابو سالم يا ابو سالم، نحن بعدنا بنلتقي ان شاء الله وبنقي بنودعك واولادك في العين وفوق الراس. احنا بعدنا بنتلاقى وبنقي بنودعك. صحيح وانا بعد. يلا فيكم الخير والبركه، الله يكثر من امثالكم. يا زين زين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يهديك يا ابو سالم. الي انت هذه جلسه يا ام سالم؟ يا ام سالم الله هداش، انت تعرفي اخوي سالمي علامه من يتبطل في الكلام ما يسكت. إذا ما يخالف انت تعشيت؟ وهين اتعشى بعدني، هين اتعشى. يلا عقب اقرب لك العشاء. يلا سيري. يلا ان شاء الله. هذا أنت؟ هذا أنا، مو نسيتني؟ لا ما نسيتك. اسمع، شوف لك درب ثاني عن دربك. كل واحد الحين في درب، خلاص اللي بيني بينك انتهى. احنا شراكة مع بعض ودربنا وحدة. دربنا وحدة بعد ما خنتني، خلتني في الخرابة نايم وشربت. دربنا واحد الحين؟ يلا يلا يا أخي انسى اللي فات. بعدين فكر بباكر، ناصر مسافر وهذا المكان ملك حالنا. ملكنا ملكي أنا وبس. وتفهم هذا الشيء، لازم تفهمه. هذا الشيء ملكي أنا وبس بيصير. اسمع، لازم توخر عن طريق وتزول. لا تخرب علي وتخرب تفكيري ولا خطط له. يلا